الفرق بين العجز والحاجة إلى الاقتراض، إحنا لا نقترض معالي الرئيس إلى فقط رقم في العجز. العجز جزء أساسي في الاستدانة، ولكن إحنا نقترض على الاحتياجات التمويلية لفترة كاملة اللي هي فترة السنة الكاملة. فعلى سبيل المثال في سنة 21 صحيح إحنا اقترضنا أكثر من العجز، ولكن هناك استحقاقات في نفس السنة بمبلغ حوالي تقريبا 2.2 مليار دولار تم دفعها للمؤسسات الدائنة على البحرين. فللتوضيح احنا نقترض على الاحتياجات السيولة في خلال هذه الفترة، وليس بس فقط العجز، العجز مساهم رئيسي في الحاجة للتمويل. إضافة إلى نقطة مهمة معالي الرئيس، يعني ما دام هناك عجز في الميزانية العامة للدولة فهناك حاجة أيضا للاقتراض، وليس العجز بس لوحده، حتى الاستحقاقات اللي ترد، استحقاقات الدين، الأقساط اللي ندفعها، لابد أن يكون عندنا استعداد كامل لتوفير السيولة لتغطية هذه الاحتياجات. أرفض أنا كلمة القروض المخفية، ما في قروض مخفية، هناك دستور وهناك مراسيم صدرت بإنشاء مؤسسات وأعطتها الصلاحية بالاقتراض، مثل ما أشرت في البداية الشركة النفط والغاز وممتلكات يقترضون مقابل الأصول اللي لديهم، ويقومون بإعادة في استثمارها في مشاريع داخل البحرين، فهناك استفادة لهذه، وليست هي قروض مخفية، هي قروض واضحة وأيضا مبينة حتى في البيانات المالية التي تنشر بالنسبة لهذه المؤسسات. وشكرا معالي الرئيس.